لابد أن يقصد أنه يذكي. فلو أنه قال بالسكين هكذا ثم صادف في حركته بيده بالسكين أو بالسيف بهيمة فقطعت الأوداج والحلقوم والمريء فإنها لا تحل. لما؟ لأنه لم يقصد التذكية، وإنما قصد أن يحرك يده فوقعت على بهيمة فقطعت أوداجها وحلقومها ومريئها. فإذا قصد التذكية ولو لم يقصد أكل اللحم، لو لم يكن قاصدا للأكل فإنها تباح إذا قصد التذكية.